احنا كنا بنحقد عليه زمان. ليه؟ لان هو ابن ناس قوي، وكان واحد صاحبي وحبيبي الله يرحمه اسمه عبد السلام محمد، كان يجي بالليل عيني ويعيط يقول يعني عشان سمير صبري غني وامه حلوه وبتيجي شيك واحنا امهاتنا غلابه بيعمل فينا كده؟ نقول له معلش بكره الفلوس دي. انا بقول له حقايق بنسمع. لا يعني انت الشيك بقى ابن الناس اللي كده بتخش بقى برنس اللوكيشن، فهو عيني حاسس ان هو الفرفور يعني. مهم هو بقول له شويه ذكريات عشان لما يكتب مذكراته بقى انا فتنت له على حاجتين ثلاثه.